ناخد ولا بطيخ ولا مفتاح؟ والله بص انا كان احساسي بصراحه لو وصل لنا الفيل بتاع اللي هو قاعد بيتكلم على الموضوع ده ان في الاخر فكره والله كان يعني حاسسك ان هو انا معنى جعان قوي يعني عارف انت بعد ما قاعد بتتكلم والاكله والسيف والعصار وام كلثوم قلنا حته بطيخه ساقعه كده بطيخه ساقعه اللي هو ابدع اكله في احنا معانا بطيخ هنا؟ طب احنا مش عايزين طبق مثلا تاني في مربعين جبنه كده. اه انا مش مربعات جبنه نفسي يقفل بقى يا عم قطع الله فركش يا جماعه حد ينزل يجيب لنا بطيخ. The rolling and action. ده نص اعلان لانه كان ما بين جبنه جرين لاند والبطيخ والبطيخ خلع وجدعان من جرين لاند قررت تدفع الاعلان كله علشان تفكركم ان الجبنه بالبطيخ اكله مصريه اصيله تطري على قلبك في عز الحر. القصد ان جرين لاند بالبطيخ اجدع اكله صيفي فيك يا مصر. يا جماعه الاكل ده للتصوير بس ولا ممكن يتاكل منه؟ يا جماعه جرين لاند خلعت كمان ولا ايه؟ استاذ جندي